عبد الرؤوف. هاجر حفظت القرآن الكريم منذ طفولتها وفضلت تحلم ان هي تكتبه كاملا بخط ايديها، وبالفعل اتمكنت من كتابة المصحف الشريف كاملا بخط ايديها بدون مساعدة، وعملت ده خلال 4 شهور بس. بالمناسبة هاجر عندها 23 سنة بس، يعني ما شاء الله عليها، من مركز دارو بمحافظة أسوان، وحاصلة على بكالوريوس التربية من جامعة الأزهر، وبتعتبر إن والدها بطل حياتها، وهنعرف منها ليه ونعرف تفاصيل كتير من هاجر. أهلا بيكي هاجر، صباح الفل معانا عبر زوم، وخليني أهنيكي على الخطوة اللي أنت عملتيها، سواء حفظك كاملا للقرآن الكريم أو كمان كتابتك للقرآن كاملا بالتشكيل بدون مساعدة حد. أهلا بيكي هاجر، وقوليلي بقى إمتى بدأتي حفظ القرآن الكريم الأول؟ أهلا بحضرتك، أنا هاجر عبد الرؤوف عبد الحليم من محافظة أسوان، مركز ومدينة دراو. حفظت القرآن الكريم أثناء ما كنت ثانوي، وكان حلمي إن أنا أكتبه. مين ساعدك في الحق؟ يعني دايما بنسمع انه اللي بيحفظوا القرآن الكريم كاملا بيبتدوا من هم اصغر من كده شويه، يعني 3 سنين 5 سنين. مين بقى اللي شجعك على فكره ان انت تحفظيه وانت في مرحله الثانويه العامه؟ كويس، انا اصلا كمان قبل ما ادخل المدرسه يعني كنت حافظه اجزاء كتيره خالص. انا والدي زي ما حضرتك قلت كده هو وطني وهو اللي حفظني القرآن. ما شاء الله، حفظتيه في قد ايه تقريبا؟ يعني اقل من سنه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. صباح الخير يا هاجر، واهلا بيكي طبعا وبهنيكي، يعني ربنا يكتبها لنا كلنا. هو انت حافظاها بقراءه واحده ولا بعشر قراءات وبالتجويد والترتيل؟ لا، قراءه واحده بالتجويد والترتيل. ودرستي تجويد وترتيل بعد كده؟ انا كنت بدرس في الازهر. بدرس التجويد. ما شاء الله، احنا شايفين على الشاشه كمان المصحف اللي انت كاتباه بخط ايدك، ما شاء الله خطك جميل كمان يا هاجر، وكاتباه بالتشكيل ومنمق وعامله الصفحات بالزخرف، يعني كانه مصحف مطبوع الحقيقه. الفكره بقى يعني انت حفظتي القران الكريم ما شاء الله، يعني ربنا يكرمك، لكن دايما بنلاقي في ناس بتحرص طبعا ان هو يعني بتحاول على الاقل ان هي تحفظ القران، لكن فكره ان انت عايزه تكتبيه اشمعنى؟ يعني ايه اللي جاب الفكره دي عندك؟ درستي ايه وازاي الرسم الخط من الرسومات الصعبه بالتاكيد، يعني عملتي ايه عشان تعملي ده؟ هو انا كان حلم بالنسبه لي ان انا زي ما كان حلم بالنسبه لي ان انا احفظه، كان حلم بالنسبه لي ان انا اكتبه. فكنت شايفه طبعا ان ده حلم بعيد، وما كنتش اعرف ان مثلا ايه الوسائل اللي ممكن تساعدني ان انا اكتب المصحف كتابة بخط ايدي. ايه بقى الوسائل اللي ساعدتك ان انت تكتبيه بخط ايدك؟ ان المصحف كان بيكون جاهز كده في المطبعه، يعني بصي زي ما حضرتك شايفه كده الغلاف ده بيكون جاي جاهز كده، وحتى ترقيم الايات بتكون جايه جاهزه، بس المصحف بيكون خالي من الكتابه. انت نقلتي من نقلتي من المصحف ولا كتبتيه من حفظك للقرآن؟ لا هو أنا حافظة طبعا، بس نقلت من المصحف عشان ده قرآن، يعني كان الواحد كان بيبقى دقيق على قدر الإمكان، إن هو أول حاجة عشان تقليد الخط، عشان كنت بلتزم بتقليد خط المصحف بالظبط، مش بكتب يعني خطي أنا العمومي، على قدر الإمكان كنت بلتزم بتقليد المصحف. والحاجة الثانية عشان الأخطاء برضه وأنا حافظة الحمد لله، بس عشان ده قرآن يعني. طبعا. طب في خط معين هل ده تطلب ان انت تدرسي الخطوط؟ لان معروف طبعا كل كتابه بيبقى يعني كل مصحف بيبقى له كتابه معينه، في كتابه عثمانيه، في كتابه يعني الرسم العثماني. فانت درستي ده؟ لا هو انا ما درستش، بس الحمد لله يعني عندي موهبه الخط. اقلد اي خط كنت واخداه عن طريق النقل والتقليد، لكن ما درستيش اللي هو فنون الخط العثماني. لا عن طريق النقل، وان انا بقلد اي خط من زمان. الموضوع خد منك قد ايه تقريبا؟ بالظبط 4 شهور ونص يعني. لا دي التحضير، يعني ده الكتابه، التحضير بقى ان انت تعملي هذا المشروع، لان ده مشروع طبعا مهم جدا وهيفضل يعني ان شاء الله في ميزان حسناتك، خد منك قد ايه ان انت تعملي المشروع ده؟
الوقت المستغرق في كتابة المصحف يعني. التحضير ليه، وان انت درستي الخط شويه او قدرتي ان انت تبداي تتدربي عليه، وبعد كده بداتي الكتابه ورحتي عملتي المصحف ورحتي طبعتيه لغايه ما طلع هي الشكل. بس هي سبحان الله كل حاجة كده، كل حاجة كده كانت متيسرة يعني. أول ما بلغت المطبعة إن أنا عايزة المصحف فاضي، خلال 15 يوم بالظبط كان المصحف جاهز مجلد اللي هو كده ومن جوه تمام. طبعا الورق ده كان فاضي. انت كنتي متفرغة يا هاجر لكتابته يوميا، ولا كان كام ساعة في اليوم تقريبا عشان تخلصيه في 4 شهور؟ لا كنت بحاول على قدر الامكان ان انا بفرغ نفسي يوميا، بس ما كنتش اكتب طوال اليوم يعني، كنت في وقت معين كده يعني بعد منتصف الليل كده لما يكون الجو هادي كنت اكتب. طب والدك ساعدك في كتابته، وانت بتقولي والدك بطل حياتك، ربنا يخليه لك يا رب. هو بطل حياتي فعلا، بس كان بيشجعني، بس لا ما حدش ساعدني في الكتاب، هو بس ساعدك في كنت كل الحفظ ما اكتب فقط. حاجه هو اللي حفظني القران طبعا. ما ما شاء شاء الله، الله ربنا يكرمك يا رب. وطبعا يعني حاجة جميلة جدا، إن شاء الله في ميزان حسناتك، ربنا يعني يكتب لنا فعل الخير جميعا. شكرا، اللهم شكرا آمين يا رب. لوجودك معانا يا هاجر. شكرا يا حبيبي.